السلام عليكم اهلا فيكم في فيديو جديد انطباع النسخة التجريبية الثامنة لايوس 14.5 لا تقول لي ايش على طول كذا على طول باختصار يعني بالنسبة لي ما لاحظت اي مشاكل اول نسخة من نزلت نسخ التجريبية حق قبل او اخر نسخ ثلاث نسخ واربع نسخ ما رسلت ابل في الفيدباك عن اي مشكلة فنسخة ممتازة ما فيها اي شيء نسخة بالنسبة لي جاهزة لحق الكل بطارية ممتازة شبكة ممتازة كل شيء ممتاز بالنسبه ما ما حصلت فيها اي مشكله ما حصلت في اي تعليق ما حصلت في اي شيء فبالنسبه لي هذه النسخه الكامله واتمنى انه يكون ما في اي مشاكل وما في احد راسل الابر عن مشاكل عشان خلاص تكون هذه النسخه اللي قبل النسخه النهائيه طيب متى راح تنزل المتوقع المتوقع انه يوم الاثنين القادم هذا اليوم اللي راح يكون يوم اللي قبل يوم ابل فهل راح يكون في شيء جديد هم ما اتوقع النسخه النهائيه راح تنزل يمكن بعد مؤتمر ابل هنا لان المتوقع ان الطلب المسبق راح يكون حق الاجهزه القادمه على يوم الثل... الخميس او الجمعه، يوم والاسبوع اللي بعده راح تنزل الاجهزه في السوق بعد مؤتمر فالاجهزه اللي راح تنزل في السوق راح يكون فيها نسخه ال 14.5 على طول فيها من نفسها. فيمكن النسخه هذه تنزل حق الكل الاسبوع هذا نهايته الجمعه القادمه او الخميس القادم او الاسبوع اللي بعده لحق الكل، فانتظروا النسخه هذه ونشوف يمكن في نفس يوم مؤتمر يوم الثلاثاء تنزل نسخة الجي ام او نسخة الجولد ماستر او النسخة النهائية يعني اللي كل ما فيها حرف في نهاية البلد نمبر لحق المطورين يعتبر هذه النسخة النهائية اللي راح تنزل حق الكل وبعدها بيومين ثلاثة ايام تنزل حق الكل او الاسبوع اللي بعده تنزل حق الكل فخلاص ما بقى شيء يعني بالكثير مثل ما قلت لكم اسبوع ان شاء الله او اسبوع يومين كذا وراح تقدرون تستخدمون اي 14.5 بس ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه اشتراك في حساب سناب شات شير وعمل لايك للمقطع وشير المقطع ولا تنسون تضغطوا دعاكم السلام عليكم